مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. بداية نوقف كلنا للنشيد الوطني. بداية أرحب فيكم فرداً فرداً بهالصرح المقدس بكنيسة مريس الأبطالي، ووجه الشكر لربنا اللي سمح أنه نلتقى بهالأمسية المجيدة، الأمسية التأملية اللي فيها بدنا نتأمل حول آلام الرب يسوع ومجد قيامته. ثانياً بشكر حضرة الكاهن الرعية أبونا مطوان السيف لاستقباله لنا بهالمكان المبارك، وكل التسهيلات تقدمي تكون منقدي هالريسيتال. ثالثاً بدي أشكركم فرداً فرداً كل اللي بيجوا نتشارك سوا هالأمسية الموسيقية اللي رح تكون مميزة بترانيمة وبمحتواها. عادة بس عم نحضر ريسيتالات عم نكون أغاني وتراتيل بنعرفها وحافظينها. الليلة ولأول مرة رح تسمعوا ترانيم ألفت خصيصا للمناسبة، فيها كلام مميز، فيها لحن مميز، فيها أداء مميز. بتمنى أن نكون بهالعمل اللي عم نقدمه الليلة عم نزيد شيء على المكتبة الكنسية بلبنان. مش بس عم نعيد الأعمال اللي انعملت قبلنا، أكيد نحن منقدر ونحترم كل الأعمال، بس الليلة رح نقدم باقة من التراتيل المميزة الخاصة بالسوبرانو نادين نصيف بجو بالكانتو. قبل ما نبتدي بحب لكم إنه من بعد الاحتفال مباشرة رح بيكون في توقيع هالترانيم، توقيع أول ألبوم لنادين برا على المدخل. السيدي رح يوزع مجاناً على الكل. بتمنى الكل كل عائلة ياخدوا سيدي تنكفي للكل، يعني مش كل شخص ياخد سيدي، واللي ما عنده سيدي ببيته لأنه صرنا بمطرح مش الكل عنده سيدي، فيكم تتواصلوا معنا منشوف بأي تقنية تكنولوجية بنقدر نوصلكم التراتيل، وهيك بنكون نحن عم ننشر كلمة الرب يسوع بهالمجتمع المخيف اللي عايشين فيه. ما بقى في إلنا خلاص إلا بيسوع، اللي بيقول غير هيك مغلط. اسمحوا لي هلأ أقدم السوبرانو نادين نصيف، الصوت المميز، الصوت الكنسي والصوت الأوبرالي والصوت الشعبي. نادين رح تسمعوها بثلاث ألوان الليلة، رح تسمعوها عم بتغني أوبرا، رح تسمعوها عم بتغني كنسي، رح تسمعوها عم بتغني الشرقي الثقيل. وحبينا نعطي اسم السيدة منك ولد، لأنه وهذا الشيء إحنا ما كنا قصدينه، لأنه اللي هي شاهد هذا العمل إنه يحمل اسم منك ولد لأيوب البار. نحن اليوم قربة أيوب، كيف زبطت الأمور ما بعرف، ما كنا قصدين، بس انعملت قطعة على أيوب. كلكم بتعرفوا لأيوب، بتعرفوا قصته لما يقولوا يا صبر أيوب ما بقي شيء، ما صار فيه، تبهدل،
خسر كل سنته، خسر كل أحبابه، وصاروا رفقاته يقولوا له فور يا الله شو بدك؟ خلصنا بقى، شو بعد ممسك بالله؟ قال لهم الرب أعطى والرب أخذ، ليكن اسم الرب مجد، ورجعنا للخلاص منه. اللي فيكم تقصوا في الأيوب ليلي رح تسمعوه بترنيمة وبتبقى معكم على السد. اسمحوا لي أقدم لكم سوبرانو نادين نصيف بزقفة كبيرة. الباركود على الأنب في ترجمات للمقطوعات باللاتيني اللي حبيت تابع
بس تعملوا سكان للباركود تشوفوا الترجمة translation. Thank you.
يسوع بألامه بصلبه بالمسامير، بس ولا مرة تأملنا إنه كان عم يبكي بهالقطعة هنا بإيده من دمعة عينيه، كان عم يبكي بساكت، يعني حدا عم يأكل خبيب عم ينجلد، كانوا من دموعه نازلين أكيد. وهيك حلو نتأمل نشوف قد ايه تحمل عنا يسوع، ونفكر بلاهوت الدمع، يعني قد ايش ربنا بكي وتألم من شانه. يقدروا يكملوا
كتبوا هن دكتور جورج دانيس موجود هلا بالولايات المتحدة الأمريكية عم بيتابعنا على يوتيوب بألف تحية. هلا القطعة اللي رح تسمعوها لصديق مغار كلمات الشاعر رياض نجمي اللي كتب معظم أغاني وديع الصافي، وبحب كمان بهالأمسية رحب ترحيب خاص بشاعر الأغنية اللبناني أستاذ سمير نخلي اللي هلا كمان عم يحضر عمل حلو كتير لنادين قريبا يبصر النور. تابعونا وتعرف كل التفاصيل. هلا رح نسمع مقطوعة للصبي. لما الجرح يسعى شفاؤه
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
أول شيء بحب لكم كل سنة وأنتم بخير، إن شاء الله يكون عيد خير على الجميع. بدي أعتذر أنا شخصياً على الأداء يلي قمت فيه اليوم من بعد جمعتين سخونة. بعتذر يمكن كان لازم يكون أحسن من هيك، بس بدي لكم أنا يعني شو بقولوا صار في فارماسي بالمعدة، بس ما حبينا نأجل الاحتفال تحت نكون عم نعيد سوا. فبعتذر سلف إذا كانت الكاليتي شوي مش مثل العادة، يعني خاصة للأول مرة بيجي يحضر، ومنشوفكم على راد بغير إيفنتات يعني بكون بصحتنا على راد. وبتمنى منكم مثل ما قال المايسترو بالأول إنه هلا رح نمضي أول سي دي ديني باسم منك ولك، فبتمنى انه ما حدا يفل يعني لحتى نكون عم ناخذ صوره سوا وتاخذوا سي دي نسخه عن هذا الالبوم، وان شاء الله بيكون بدايه لكذا البوم لقدام تنكون عم نمجد اسم يسوع بهيدي النعمه اللي عطينا اياها. ميرسي على حضوركم.